الراديو 90 90، هواها مصري. ورجعنا لكم تاني في راديو بيضحك على راديو 90 90، وزي ما قلت لكم قبل الفاصل منورني دلوقتي الاستاذ المخرج الكبير استاذ مجدي الهواري. منورني. الله يخليكي، ميرسي قوي. يعني عايزه ابارك لك على حاجات كتير قوي، وعلى النجاح القوي جدا بتاع كايرو شو الاول. بس اول حاجه عايزين الناس تعرفها مني بقى، وطالبينها بالكده بالاسم. عايزين يعرفوا امتى كنت قاعد كده وقلت انا هسيب كل اللي انا عملته والسينما والدراما وكل الحاجات اللي انا عملتها وهقرر ان انا ابدا مسرح. الحقيقه ده من سنه تقريبا او اكتر من سنه، اما قعدت فكرت ولقيت ان الموضوع ده على فكره من 10 سنين كنت طول الوقت بيجي على دماغي وبحس ان انا ايه مش وقته. لغاية السنة اللي فاتت بدأت أقول إن لا، it's about time إن أنا أفكر في حاجة مهمة جدا. إن إحنا الحمد لله كان ربنا جعلنا سبب في السينما، في السينما الشبابية زي ما بيقولوا علينا، يعني طبعا. من أول ظهور بقى هنيدي وعلاء ولي الدين الله يرحمه والجيل ده كله، فكنا دخلنا في السينما التقنيات الحديثة. يعني أول فيلم دولبي ديجيتال اللي إحنا اللي عملناه الحمد لله، أول فيلم نصوره بسيستم الكروما ونفصل الكاركترز ونشتغل في البوست بشكل جديد مختلف كنا إحنا اللي عملناه طبعا. فكنا الإضاءة الحديثة والكاميرات الحديثة ولغاية ما وصلنا للديجيتال، كل ده الحمد لله إحنا سبب في إن إحنا كنا بندخل التولز دي جوه السينما جديدة طبعا، صوت وصورة. فكان عندنا مشكلة أنا كنت بحسها في جيلي، إنه المسرح فين مننا أو بالزبط. إحنا فين من المسرح. طيب المسرح إحنا بقالنا أكتر من 20 سنة من قبل ما إحنا كمان نظهر في السينما، كان قايم على موضوع العلبة السودة القديمة بالشكل البدائي بتاعها اللي إحنا وارثينه من الخمسينات والستينيات. في الوقت ده كانت التقنيات دي كانت مهمة وجديدة وأبديت. أكيد. لما حصل الطفرة اللي حصلت في السينما ما حدش عادلها بالتقنيات دي تخش المسرح برضه. فقررت ان انا والله ان احنا نرجع المسرح تاني، نرجع ثقة الجمهور للمسرح تاني بشكل برودواي. طب اما دخلت بصيت على برودواي، وزي ما احنا بنطلع بره ونشوف العروض بتبقى عاملة ازاي بره، اكتشفت ان مصر كانت كده في الاربعينات والخمسينات. يعني احنا ما خدناش من برودواي، احنا خدنا من مصر القديمة، شارع عماد الدين بالمسارح القديمة بالشكل اللي انت لو رحت بكاديلي دلوقتي اتفرجت على المسرحيات هناك او برودواي هتلاقيه بالظبط زي ما كنا مصر في الاربعين وخمسينات. فانا حسيت انه طب الله، الناس دي الفرق الكبيرة والشكل العظيم اللي كان بيحصل في مصر كان بيبقى ليه ما يرجعش تاني؟ ليه ما يبقاش عندنا دلوقتي بالتقنيات اللي احنا نملكها والنوها وبتاعها زي ما احنا اتعلمنا دلوقتي؟ فقررت ان يبقى في حاجة اسمها كايرو شو عشان الجمهور يثق في المسرح تاني، ومش بس كده، لا نستقطب كمان النجوم عشان يرجعوا المسرح ويطلعوا ويقفوا على خشبة المسرح تاني. خلينا نتكلم عن الموضوع كده بحسبة المجهود. دايما اللي بيشتغلوا سينما بيتعبوا، يقعد يشتغل كم شهر على فيلم او فترة على فيلم محترم ويتعب فيه ويعمل اقصى حاجة، لكن المسرح دايما بيتقال ان هو بيقتل حياة الواحد. ده حقيقة، ان بتبقى كوميتد وملتزم ان انت تبقى مع الفرقة بتاعتك او مع المسرحية بتاعتك طول ما هي شغالة، وانت ما شاء الله العجلة من ساعة ما بدأت وهي دايرة تقريبا انت مفيش وقت ليك، الموضوع شغال ورا بعضه. ما حسبتهاش ساعتها، قلت طب ما انا كده انا هفضل قاعد بقى مسرح على طول مش فاضي اعمل حاجة تانية. والله هي لازم احسبها كده يعني في البداية، لان انا بقوم صناعة تانية. هي الموضوع 360، يعني ايه؟ يعني مش بس انا برجع المسرح، يعني معناها ان انا اتعاقد مع نجم واجيب سكريبت وابدا اعمل بروفات وافصل له ملابس وديكور وخلاص، لا. النوها وبتاع صناعه المسرح اكتشفت ان هي كانت تقريبا هي ما بقتش موجوده. يعني اللي بيشتغل على الميكانيزم واللي بيعمل البريكوتا واللي بيشوف الشوايه والهرس والكلام ده كله، ده كلها دي صناعه. الصناعة دي بقتش موجودة. فلازم في الأول أرجع، وطبعا الناس كبرت وفي ناس ماتت في الشغلانة دي فبقتش موجودين دلوقتي، ولادهم ما تعلموش منهم حاجة وما يعني كملوش بعده. في واحد مثلا اسمه عم السيد في اسكندرية، ده أحسن واحد بيعمل البقر بتاع الستارة البريمو، فروحت له في منطقة اسمها سيوف في اسكندرية فاكتشفت انه توفى وانا ما اعرفش، فسألت عليه فمراته قعدت تعيط، واكتشفت انه ابنها شغال على اوبر.
يعني ما ورث الصناعه دي مع شقار مهم جدا. هي الاهم من كده بقى ان انت ازاي في وقت ده كله تستقطبي عدد من النجوم طبعا. اللي هم بيشتغلوا سينما وتلفزيون دلوقتي وليهم وتقنعهم بالمغامره دي وتقنعهم الارتباط بالكوميتمنت للمسرح. هو ده كان التشالنج اللي عندي بس الحمد لله احنا زي ما احنا شايفين كده عدد نجوم كبير أكيد. الحمد لله الثقه بترجع، الجمهور بيرجع للكايرو شو المسرح تاني، واتمنى ان يبقى كل الناس ترجع تعمل مسرح تاني بالتولز اللي احنا دخلناها في المسرح. احساسك اول يوم وانت انا داخل رهان يعني انا جبت النجوم ودخلت بقلبي وتفرغت للبروجكت ده، واول يوم مع اول بقى فتحه للستار كان احساسك ايه؟ والله بصي انا لغايه اخر اسبوع وانا بعمل بروفات، وطبعا انا بدات زي ما بقول في اي حته ان انا بدات براس السهم اللي هو محمد هنيدي اللي هو بدا بدانا كلنا جيلنا وجيل السينما لغايه اللحظه اللي احنا فيها دي كل نجوم السينما كانت بدايتهم بعد محمد هنيدي ما قام في سنه 97 بصعيدي في الجامعه الامريكيه طبعا، وفقرات انه لازم يكون راس السهم. طبعا محمد هنيدي عنده تاريخ في المسرح طبعا، ولغايه دلوقتي على السوشيال ميديا بنتفرج على يعني السكتشات بتاعته في المسرح او مقاطع من المسرحيات بتاعته طبعا، وبتاخد اكتر لايكات والناس بتبعتها لبعض والكلام ده اكيد. فقرات انه اول حاجه يبقى محمد هنيدي. طب انا النهارده معايا محمد هنيدي ومعايا تاريخ لمحمد هنيدي أكيد. كبير جدا، خايف ان انا ما حققش اللي هو حققه في تاريخه من 16 سنه اخر الروايه عملها اكيد، فكان ريسك اكبر والمخاطره اكبر اكيد والقمار اكبر. فلما بدات اشتغل وانا خايف لغايه اخر اسبوع قبل ما افتح الشو بتاع محمد هنيدي كنت قلقان جدا لغايه اول اما فتحت البيع وشفت على تيكس مارشيف اول اسبوع احنا كنا سولد اوت من قبل ما نفتح اطمنت. الناس كانت بتتخانق على التذاكر اطمنت ان الناس كمان انا ما كنتش اعرف لاني ما فيش ريفرنس فخايف الناس ما تبقاش لا المسرح ده دي موديه ما حدش عايز يتفرج على المسرح تاني، يعني انا ابني عمره ما اتفرج على مسرحيه في مصر ففي جيل بحاله ما يعرفش يعني ايه مسرح. كنت قلقان جدا بس طبعا. ربنا كرمنا الحمد لله وبدات بقى اتفتح نفسي واعمل مسرحيات اكتر واجيب نجوم اكتر الحمد لله. هنيدي كان دايما هو بيرجي معايا في حته المسرح دي يقول لي احنا كل يوم لحد ليله العرض بنغير حاجه كل شويه مجدي يقول عايز لا نعمل كذا نعمل كذا نعمل كذا. انت فضلت تغير لحد امتى؟ لغايه ما صورنا المسرحيه من اسبوعين يعني سنه بحالها انا عمال اغير وده وتزود ودي حلاوه المسرح يعني المسرح ان عندك اوبشن انك تزود لا كوشة. انا ما اجي اعمل فيلم سينما الماكسيمم الكرو اللي في الباك يعني ورا الكاميرا هم اللي بيضحكوا على الافيه او حاجه حلوه اتعملت فده اللي كان هو ده الريفرنس بتاعنا احنا بناخد منه احنا ماشيين كويس ولا لا على فكره طبعا. لغايه لما بينزل الفيلم ويتمنتج وينزل للناس وبنشوف بس لو حاجه قلشت هيبقى توليت ان انت تعملي حاجه. المسرح مسته ان انت كل يوم ممكن بتجربي على الناس وبتغيري وبتطوري كده يعني فلعبه المسرح لعبه حلوه وكله في صالح الجمهور. كمنتج بقى وانت قاعد كده بتفكر وتقول لهم انا جبت النجوم دي وحمل بيكم المسرحيات دي كانوا بيتعبوك بقى في الاتفاقات تقعد يقول لك لا اصلا انا عايز اضمن نفسي وقلقان ومش ولا طبعاً. كانوا حابين الموضوع القلق صحي جدا والنجم لو ما قلقش يبقى جت معاه كده القلق مطلوب يعني سواء كان هنيدي اللي عنده تاريخ في المسرح أكيد. قبل الستارة ما بتفتح كل يوم بيبقى قلقان وخايف وبتاع أحمد عز أحمد مكي دكتور يحيى الفخراني يعني فيش اكسبيرينس قبل تعظيم سلام يعني كل يوم وإحنا بنقرأ الفاتحة قبل ما الستارة بتفتح بشوف وشه إن هو قلقان ده صحي وده جميل لو ما لقيتوش قلقان أنا لا يعني أنت فاهمة الاتفاق بقى وازاي كلهم كل نجم عارف جواه ممكن ما يقولهاش انه لو ما فيش في تاريخه مسرحيه على الاقل هو ما جاش مهما كان نجم كبير. المسرح بجد لعبه طبعا وهو اللي بيثبت انه انت ممثل ولا لا الحضور والكاريزما والتلقائيه
وازاي دور ورد فعل الناس المباشر كل يوم فده مسرح. عشان كده هو الالفه بتاع الشغلانه اكيد. فلازم كل نجم يبقى عنده مسرحيه. كل الناس كانت بتسال سؤال ايام مسرحيه 3 ايام في الساحل، مسكت بيومي فؤاد ازاي؟ قعدت في المسرح ازاي؟ ده بيومي ده حكايه. ده سؤال الناس ده قعد ازاي؟ لان ما شاء الله استاذ بيومي طبعا بواجه التحيه ازاي وهو كده دايما نقول من عمل لعمل ربنا يزيده ما شاء الله، بس ازاي مسكته؟ لا هو الحقيقه اللي مسكنا ازاي بقى؟ هو طبعا انا بمعرضت عليه وقلت له ان انت هتبقى مع هنيدي وكده، هو فرح جدا لانه برضو هما الجيل ده سواء كان ثروت او بيومي او احمد فتحي هم عارفين كويس قوي ان هنيدي ده يعني الكوميديان بتاعنا اللي هو احنا كلنا طبعا. فلما جيت عرضت على الموضوع فبدأ من حبه في الموضوع وفي البروفات، اليوم اللي احنا ما نعملش فيه بروف يكلمني انتوا بتعملوا ايه، مش لازم بروف، عايزين نطلع جامدين وبتاع. فمن ساعتها بقى هو وزير الخارجية بتاعتنا يعني بتاع الفرقة. فطبعا لا هو مدام حابب هيلتزم، وده اللي احنا كنا بنراهن عليه، انه اي حد عنده الفايبس دي اكيد هيبقى حابب المسرح، حابب المسرح كمان عشان عشرة كبيرة قوي طبعا. فهو كواليس لازم تبقى الكيمياء كلها متزبطة وكل الناس حابة بعضها، ودي كانت باينة جدا في المسرحية. واحنا مش ضحكنا، انا شخصيا ضحكت كتير قوي يوميا، بس هنكمل كلام اكتر عن شوية حاجات بقى احنا شفناها جديدة في التقنيات، لكن بعد ما استأذنك نطلع فاصل ونرجع تاني. تقدروا تبعتوا لنا كل اسئلتكم على رقم الاسم S199 والتليفون 2-18-10-866 والفان بيج بتاعتنا راديو 9090 على الفيسبوك. اوعوا تروحوا في اي حتة. ورجعنا لكم تاني في راديو بيضحك على راديو 9090 دايما هوانا مصري، ولسه منورني الاستاذ مجدي الهواري ضيفي العزيز، والحلقه دي انا لسه كنت بقول لهم مميزه جدا على قلبي. عايزين بقى نخش في نقطه كلنا خدنا بالنا منها اول لما بداتوا حتى تعلنوا عن اول مسرحيه، وهي 3 ايام في الساحل. بدانا ناخد بالنا انك متبني حته انا هعمل اعلانات بطريقه مختلفه، هعمل دعايه بطريقه مختلفه، حتى الجمهور هو داخل المسرح نفسه الدنيا مختلفة، هو في شو، هو في خروجة كبيرة، هو مبسوط عايز يتصور برا قبل حتى ما يدخل ويتفرج على العرض. الفكرة دي جات لك ازاي؟ بس احنا تعالي نقول قبل ما نقول الفكرة جات ازاي، ان احنا ازاي احنا طلعنا بكايرو شو. مجموعة الشركاء النجاح اللي احنا بنسمي نفسنا الحمد لله كده يعني، وبناخد فايبس حلوة او انرجي حلوة، بسبب ان احنا قررنا ان كل واحد فينا يبقى مختص في الحته بتاعته. عشان كده احنا طلعنا بشكل هب لانتاج المسرح، ما طلعناش زي زمان ما كنا بننتج منتج فردي بينتج، هو اللي يعمل الدعايه، هو اللي بيمنتج الاعلان، هو اللي بيفتح البوكس اوفيس، هو اللي بيستقبل الجمهور، هو اللي بيقعد الجمهور. الكلام ده في العالم كله ما بقاش موجود تمام. فعشان كده احنا خدنا فورمات اشتغلنا عليه. طب ايه الفورمات اللي احنا اشتغلنا عليه؟ ان في حد يبقى متخصص في الماركتنج، فمهم جدا ان هو يعرف ازاي يدور على الافكار الاوت اوف ذا بوكس، ما يبقاش الافكار التقليديه بتاعه ان احنا مثلا فيلم في السينما فبنعمل له اعلان وننزله في التي في وخلاص. السوشيال ميديا النهارده او جنريشن الناس الجمهور الجديد اللي مختلف اللي بيتابع او بيروح عشان او عايز يروح مسرح، لازم احنا يعني نفهمه الموضوع من اول جديد، لان دي طبعا ارض خصبه احنا لسه ما نعرفش ثقافتها في مصر، لان ما كناش عارفين اذا كان الجمهور هيجي ولا هيبقى حاسس ان المسرح ده اولد سكول او وات ايفر. لازم نطلع له الشكل المختلف ونبنيه عشان بعد كده اللي جاي يشتغل على كده اكيد. فاحنا رفعنا السكيل قوي وقررنا انه يبقى كل الافكار بره الصندوق، سواء كانت في الدعايه او في نصوص المسرحيات او في الابهار، الشكل المسرح هيكون فيه ايه طبعًا. الاستقبال من بره، الاكسبيرينس، احنا بنلعب دلوقتي على الاكسبيرينس، ازاي الناس تيجي تقضي مش مجرد تتفرج على الشو، هما بيحسوا ان هم قضوا حاجه يوم او خروجه حلوه. من اول استقبال من الباركينج والاشرز اللي بيدخلوا الناس بالاكسبيرينس بالشو اللي بره، بالكافيه اللي موجود مختلف عن كل كافيه موجود في المسرح اكيد. الفوتو بوس، الجيفت شوب، يعني كل حاجه في المسرح عندنا مختلفه عن العادي. بالظبط. فمن هنا بدانا ان يبقى عندنا افكار مختلفه، فانت تيجي تقضي اكسبيرينس معانا مش مجرد تتفرج على الشو خلاص. طبعا المسرحيات اللي كنا بنتفرج عليها في السنين اللي قبل كده، وهنضطر نرجع بقى شويه حلوين يعني عشان الفتره اللي كان المسرح كان مريح فيها شويه، كنا بنشوف ساعات حد يحاول يعمل تكنيك كده جديد، يعمل لك شاشه على المسرح، كنا نقعد نتفرج على الحاجات دي وللاسف كنا بنقعد ننتقد لان احنا كنا بنقارنها باللي بنشوفه بره. صح.
انا وانا بتفرج على العروض في كايرو شو الموضوع مختلف. انا شايفه حاجه ممكن اكون ما شفتهاش في حته. شايفه ان انت عايز تعمل تكنيك جديد في الديكور, في اللايتنينج, في الشاشات, في اي حاجه موجوده. ده تعبك يعني, ده قعدت تشتغل عليه كتير جدا. الافكار سهله يعني, بس التنفيذ صعب. اسهل حاجه في الدنيا يجيلك فكره ولما تيجي تطبقيها تطبيق صعب جدا, لانك انت مش بتطبقيها زي ما بتشوفيها او بتعرفيها في دماغك. انت محتاجه ناس صح معاكي عشان تطبق وتعملها على الارض, وده كان الاصعب. يعني النهارده انا لما بوصل ان انا بلاقي مثلا الميكانيزم والديكور بتغير, الناس بتسقف. صح. انا براهن على الجمهور انه بيفهم يعني ايه احنا تعبانين في الشو. مش بس النجم لما يطلع او الممثل او الكوميديان او هو ايفر من السليبرتيز الموجوده على في الشو أكيد. الناس بتسقف لهم, لا الديكور كمان الناس بتحترمه وبتسقف له عشان جزء من الشو. شايف حاجه جديده ما شافهاش ده. انا كنت براهن عليه لانه ناس كتير قوي بتفرجوا دلوقتي, حتى اللي ما بيسافرش يتفرج على برودواي هم بيشوفوا اونلاين كل حاجه. صح. فالنهارده اما تيجي الناس لما تخش المسرح وتلاقي لايف اوركسترا بيلعب بره زي زمان في مصر زي ما قلت لك في الاربعينات والخمسينات, الناس بتحترم المجهود اللي انت عاملاه, التفاصيل. النهارده في علاء الدين الاشرز لما بيجوا يقعدوك على الكرسي ما بقاش فيه البطاريه بتاع زمان, جايبين المصباح بتاع الادن فمنور, فتلاقي ان الناس واخده بالها وتكتبوا على السوشيال ميديا. ده احنا الناس مركزه في التفاصيل, الموضوع مش بس الماجيك كاربت ولا الهيرجرام والتقنيه الحديثه اللي احنا عملناها. الاكسبيرينس نفسها اللي هو بيحس بيها وهو سمثينج اباوت اكسبيرينس, وده اللي احنا بنلعب عليه. طول ما الجمهور ذكي واعي وبيقدر, طول ما انت بتديله تفاصيل هو معاكي وجاي معاكي وتمام وبيلقطها, وتبص تلاقي ان احنا يعني في الاول في ناس مثلا طب وده هيبان وده هينفع طب ما احنا نشوف خلاص. فلما لقوا ان السوشيال ميديا الناس بتكتب الله على التنظيم دي. الله على الاشرز بتاع اللايف, الملابس اللي بتلبس في الشو بره في الانتراك في الفوايه, الناس بتاخد بالها من التفاصيل فبتحييكي عليها. مين اللي اقترح عليك فكرة انك تبقى في التجمع وفي اكتوبر؟ يعني حتة التوزيع الجغرافية دي, الذكاء فيها دي كان اقتراح مين؟ الماركتينج تيم. يعني احنا النهاردة قاعدين بنشتغل بنقول الخطة الجغرافية ازاي ننتشر في جمهورية مصر العربية. فلازم طبيعي ان احنا عشان دلوقتي احنا في نص المصريين في التجمع ونص المصريين في اكتوبر متقابل في النص بالظبط كده, وده التطور الطبيعي لحاجه ساعه يعني. اكيد. فعشان كده اخترنا ان يبقى عندنا في التجمع ان شاء الله في مفاجاه قريب, هيكون عندنا كمان مسرح في الداون تاون. ده كده انت خلاص يعني نتوقع نعمل كوبري بقى النص. برضو من النقط اللي الناس علقت عليها الفترة اللي فاتت ان 3 ايام في الساحل اتصورت, صح؟ هل 3 ايام في الساحل كده تعتبر زي مسرحية واتقفلت وهتبدأ تشتغل على حاجة تانية مع هنيدي, ولا البروجكت ده خلاص؟ لا ان شاء الله يبقى في شغل تاني, بس هي الفكرة في ايه ان احنا ده فورمات ككايرو شو, ان احنا بين الفرق بيننا وبين اي تجربة تانية ليها علاقة بالمسرح ان الناس ممكن يصوروا الشو وينزلوا بعد اسبوع او اتنين او شهر من عرض الشو في التي في. احنا بنعملش كده, احنا المسرح التقليدي اياه اللي هو الشو يفضل سنة وبعدين يصور وينزل في التي في, وده ده الفرق بين كايرو شو عن اي مسرح تاني. فاحنا قعدنا سنة نعرض هنيدي وسافرنا والحمد لله حققنا يعني نجاح في كل دولة احنا رحنا فيها. ودلوقتي احنا نيكست ستيب شغالين على الادن, وان شاء الله يبقى عندنا مجموعة عروض تانية بإذن الله. دايما السنين اللي فاتت كانت المسرحيات بتتعرض بعديها في التلفزيون, يعني متعودين على كده ان اي مسرحيه بتخلص وبتتصور في العيد بتتفرج عليها في العيد. بدانا دلوقتي نشوف بقى في منصات وفي بلاتفورمز كتيره ديجيتال, صح؟ هل في دماغك ان المسرحيات تروح لناحيه المنصات دي, ولا حابب احسن الناس تتفرج عليها في التلفزيون؟ والله بصي هو الديجيتال جاي احنا وافقنا او ما وافقناش. يعني انا بقول انه
الجهاز اللي بنتفرج عليه التي في البلازما دي ولا LCD دي طبعا. هو كده كده خلاص هيفضل هيخش المتحف في يوم الايام وهيفضل مجرد انت بس تشبكيه بالتليفون بتاعك عشان تتفرجي على شاشة اكبر. فالديجيتال جاي جاي بس كل الموضوع احنا بنعمل ستريتش شوية عشان يفضل ماكسيمم عشان هيوحشنا بصراحة. لكن طبعا غصب عننا هنلاقي بلاتفورم بيعرض المسرحيات واونلاين وممكن نحنا نشغلها زي البي تي في ان بقى من المسرح مسرح لايف عندك في البيت في البيت على طول على الابلكيشن بالظبط وات ايفر. اكيد هتحصل تقنيات بس هيفضل العروض الحيه ليها المتعه ان انت تقعدي قدام المسرح وتتفرجي كده على الممثل لحم ودم زي ما بيقول. بتابع الابليكيشنز اللي موجوده بتقعد تتفرج على الحاجات الانتاج بالذات اللي بيتعمل مخصوص بس عشان الابليكيشنز شغلي. بدانا ناخد بالنا دلوقتي ان في افلام بقت بتاخد جوائز نازله ابليكيشنز طبعا ديجيتال وده جاي جاي. انا مثلا نتفليكس قاعد بتابع طبعا معظم الحاجات انا غصب عني بوكس هيخش ياخدنا كلنا فاتوره النت كلنا احنا بنتفرج عليه فغصب عننا انا قاعد متابع ماني هاي مستني السيزون الجديد بتاعه فخلاص غصب عني. والاول جات رجلي ان الولاد بيتفرجوا وبيتابعوا سيزونز على البتاع فانا غصب عني بدات ابص اشوف الله ده كواليتي حلو ده نصوص مميزه ده تمثيل هايل ده تقنية عظيمة ده تصوير فظيع. فغصب عني بقى الموضوع مش انا اروح اتفرج على موفي لا انا ممكن اتفرج على مسلسل واستنى انا بقى كراجل دي شغلانتي وده كاري استنى السيزون اللي جاي بسبب ان المسلسل شدني فهيعملوا ايه طب المؤلف هيحلها ازاي الازمة دي طب. والواحد بياخد اكسبيرينس وشغلانتنا المذاكرة بتاعتها المشاهدة يعني لازم عينيكي يعني لازم يبقى في نوليدج طول الوقت طب. الالوان موضه ايه والتمثيل موضه ايه والديكورات موضه ايه والتقنيه بتاعه يعني انا قاعده مثلا اتفرج على فيلم في دلوقتي اما يكون متصور كله على كروما وكل سيت اكستنشن 3D لازم اعرف اتنفذ ازاي طبعا. فده بالنسبه لي كورس انا باخده اما حضرت ستيفن سبيبرج في نيويورك فيلم اكاديمي كورس كان بيقعد يتكلم انه المخرج حياته انه مذاكره بتاعته انه يشوف يتفرج اللي ما يشوفش ده ما يبقاش هيخلص طبعا يعني هيقف عند حته معينه. دايما بتحب تجرب انت الحاجه اللي محدش عملها. انا متخيله ان انت فجاه هنلاقيك على اكيد هنلاقيك على البلاتفورمز دي بحاجه مختلفه. هل البروجكت ده في دماغك؟ اعترف عرفت منين ايه الجديد في دماغك حاجه؟ عندي عندي حاجه مختلفه ان شاء الله تبقى نقله في ميكس بين التي في والسينما. الميكس ده يعني احنا بنشوفه طبعا على مسلسلات كتيرة في العالم كله أكيد. بس الحكاية الحدوتة البيتوتية لما تبقى اونلاين ديجيتال يعني في البيوت هتشد الناس قوي ترجعنا تاني بس بالتقنية الحديثة مثلا ليالي الحلمية البيت بس اونلاين. احنا ليالي الحلميه دي كمان انت جبت اكزامبل لحقيقي عليه يعني مصر كلها بتتجمع عليها ايا كانت اتذاعت امتى وتعادت امتى. انا ده ريفرنس يعني المسلسل اللي قدمتها سواء الزوجه الرابعه او مزاج الخير او كل المسلسلات اللي قدمتها. وطبعا الشارع اللي ورانا كان مختلف خالص عن الموضوع برضو كنت مصمم ان بقى منزل تاني اغير كان الناس بتقول ان ايه ده هو المخرج ده اللي عمل الزوجه الرابعه هو اللي عمل الشارع اللي ورانا. ما هو انا لو ما بتفرجش مش هقدر اغير جلدي طول الوقت حسب السكريبت المخرج عايز يروح. ما ينفعش بقى نفس التكنيك أكيد. والصوره اللي انا اخرجتها في الزوجه الرابعه هو نفس التكنيك اللي اخرجت بيه الشارع اللي ورانا. نو واي نوع المزيكا والباك جراوند والممثلين والميك اب والشعر والديكور والالوان وكده ديفرنت ستوري. لازم ابقى انا طول الوقت بجدد نفسي اكيد. من التجارب برضو اللي كانت تعتبر جديده علينا الفتره اللي فاتت والناس كلها قارنتها بالتجربه بتاعتكم وهي تجربه مسرح مصر. انت شفت مسرح مصر ازاي؟ انا بصي احترم وما اقدرش يعني اي تجربه ناجحه والجمهور راح وشاف وطلع منها نجوم ما اقدرش اتكلم عنها ولازم احترم هذه التجربه لانه نجاح. والنجاح يعني الناس احنا شغلانتنا اصلا عشان الناس مش عشان نفسنا. يعني انا ممكن ابقى بعمل حاجه
انا مش انا شخصيا مش فان ليها لكن بعملها عشان الجمهور في الاخر. احنا تحت امر الجمهور في شغلانتنا, واللي يقول غير كده يبقى غلطان. يعني هوليوود نفسها بتشتغل عشان المليارات الافلام اللي بتجيبها. فالبوكس اوفيس ده ما فيهوش كلام, لازم نحترمه. تجربة مسرح مصر تجربة تحترم, بس هو فورمات تاني غير اللي انا عايزه او اللي انا قررت اعمله او اللي احنا كشركة قررنا نعمله في كايرو شو. ده فورمات وده فورمات, ده يحترم, والناس احترمت الحمد لله التجربة بتاعتنا. ان انت نازل هتقطع تيكت وهتروح تتفرج على الشو اللي مش هينزل في التي في فول ستوب. ده حاجة وده حاجة. باختلاف بقى التقنية الحديثة اللي احنا مدخلينها في العروض واللي احنا وصلنا لغايه لما انا اتفرجت على انا واحمد عز اتفرجنا على الشو بتاع الادن في انجلترا. تمام, والله انا بس شهادتي مجروحه, هم ما استخدموش التقنيه الحديثه اللي احنا استخدمناها في عرض بتاع مصر. وده موجود وده موجود, يعني انا مش هقول حاجه اكيد. النهارده لو انا مطلوب مني اعمل زي مسرح مصر كل شهر او كل اسبوع مسرحيه, اكيد ما عنديش وقت ابني ديكور. وده دي وجهة نظري اللي الناس ممكن يكون فهموها غلط. انا عمري ما انا بحترم اي تجربة ناجحة ولازم. وبعدين في نجوم طلعتهم مسرح مصر, ما اقدرش اتكلم عنهم. لكن اما يطلب مني ان حضرتك تعملي بدل حلقتين في الاسبوع ولا ثلاث حلقات في الاسبوع ولا اربع, تعملي كل ساعة حلقة, فاكيد مش هتكوني جاهزة بالسكريبت زي ما انت تقعدي اسبوع واحد كامل مع التيم تشتغلوا على حلقه وتعدوها. اكيد فاهمه قصدي ايه. فده ده تكنيك وفورمات, واحنا في التكنيك وفورمات. اكيد ف doesn't make sense بصراحه. معاك 100%. هنرجع نتكلم طبعا, احنا ما اتكلمناش لسه عن الجديد وهي علاء الدين, وما اتكلمناش كمان عن الملك لير طبعاً. استاذنا طبعا استاذ يحيى الفخراني, دكتور يحيى حبيبي. بس بعد ما نطلع فاصل ونسمع كمان الدقيقه الاولى ونرجع لكم, تقدروا تبعتوا لنا كل اسئلتكم على رقم الاس ام اس 9199 والتليفون 2181866, والفان بيج بتاعتنا راديو 9090 على الفيسبوك, واوعوا تروحوا في اي حته. ورجعنا لكم تاني في راديو بيضحك على راديو 9090 دايما هوانا مصري, ومكملين حلقتنا المميزة جدا مع المخرج الكبير أستاذ مجدي الهواري. وعايزين بقى نتكلم عن علاء الدين بقى. انت انا عارفة طبعا انت بتقولها بالانجلش طبعا وتقولها جاي, بس احنا انت عارف مش عايز اقولك احنا بنقولها في مصري علاء الدين. الدين من التك على الدين طبعا ارجوك علاء الدين خش معايا خش كده معايا. قول لي بقى الفكره جات لك ازاي, قررت انك تعملها امتى؟ كنت في بين سنه بالظبط زي اليومين دول. انا كنت انا وبين بنوتي في لندن وهي بتدرس هناك, فقالت لي بابا علاء الدين موجوده في فتحوها هنا في بيكاديلي, تعالى نتفرج عليها. حلو. قعدنا اسبوع طبعا عشان نلاقي تذاكر لانه كان سولد اوت, كانت في عز السيزون بتاعها يعني. المهم روحنا اتفرجنا عليها, وانا قاعد بتفرج عليها انا غيرت طبعا لانه علاء الدين ده هو بتاعنا احنا مش بتاع برودواي. هم عملوها كوميرشال بزياده تمام. طبعا اكيد احنا عملناها كده برضو بس فيها الطابع اللي مش بتاعنا برضو. في الاخر الف ليله وليله دي بتاعتنا يعني. انا حتى ما كان حد بيجي يقول لي ان احنا خدنا الرايتس, احنا خدنا الفورمات بس ما خدناش الرايتس لان احنا المفروض ندي الرايتس بالظبط. فقلت انا لازم اعملها, واعملها بشكل يبان ان هو الشرقيه اللي فيها اللي هو علاء الدين بتاعنا والف ليله وليله, وفي نفس الوقت ابين فيها تقنيات وشغل فيها يبان ان هو النهارده بتقدمها على المسرح. ليه غير لما بنشوفها حتى الفيلم بتاع ويلث ميس كان باين قوي فيه ان هو يعني فيلم مبهر وكل حاجه, بس فين علاء الدين بتاعنا؟ فين علاء فقررت ان انا اعمل. انا خرجت من السينما من المسرح ساعتها واخد القرار ده. لا بكلم احمد عز. لا لحظه واحده. أيوة. يعني انت وانت بتتفرج قلت هو احمد عز بالظبط تماما, ما فكرتش في حد تاني. خرجت من المسرح كلمت, قال لي انا جاي الاسبوع الجاي لندن. طب ممكن تتفرج على, قال لي المسرح وكوميتمنت والبتاع. قلت له طب ممكن تتفرج بس. قال لي تمام. فلقيته بعت لي تيكت صورها لي انا حجزت اهو وداخل اتفرج على علاء الدين. حلو. خرج من المسرح بطاقه غريبه انا بقيتش مصدق
من كتر ما بعت لي فويس مسج يا ده يا ريت نعمل كده ويا ريت تبقى كده ويا ريت العرض الشو نفسه يبقى كده. قلت له انا بقول لك انا اللي انا بفكر فيه احلى من كده بكتير كمان. ورجع من لندن قعدنا عملنا ميتنج كان اول حاجه ونتكلم ازاي احنا انا شايف العرض ازاي. تمام. شايف ان انا ادخل فيه الهيلوجرام لاول مره على المسرح في العالم انه يبقى عرض مسرحي مش ايفنت او حفله او كونسرت يبقى فيه الهيلوجرام وازاي الشو نفسه يبقى ميوزيكال كوميدي. مش احنا عندنا مشكله انه دايما الميوزيكال الناس ممكن ما تبقاش ثقافتنا يعني ايه يعني حتى لو فيلم ميوزيكال مامامية مثلا في بعض الناس اللي بيهتموا قوي بان هم بالستايل ده بالظبط. كونك ان انت تعملي بقى ميوزيكال كوميدي والشو يبقى فيه ما بين الماجيك كاربت والهيروجرام والتقنيات الحديثه اللي احنا دخلناها في العرض ده صعب جدا أكيد. على ثقافة الجمهور المصري أكيد. بس الاستقبال اتفرجي بقى على الفيدباك على السوشيال ميديا الفيدباك على السوشيال ميديا قوي جدا والناس بتقول ان هم منبهرين بالعرض وحاجة ما شافوش زيها ابدا بالزبط. بس احمد الناس كانت مراهنة ان الاخر ثانية احمد هيقول لك لا 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 انا عندي افلام انا مش فاضي. بس وقت الجد لما كان بيجي يحضر البروفات انت كنت بتحس ان هو بيروح بقى في الجو بتاع انا حابب ده هو حابب كلمة الحب ده هو مفتاح كل شيء. لو انت حابة الشغلان الكورس اللي احنا قاعدين عليه دلوقتي ده وعارفة يعني ايه ان انت بتيجي عندك مسؤولية وفي ناس بتسمعك لازم تحضري كويس وتفهمي مين اللي هيجي هتقولي معاه ايه والناس عايزة ايه وكده من غير يعني حتى المجهود اللي انت تعمليه مش ما بتحسيش بيه عشان انت حابه اللي انت بتعمليه. فعز كان حابب وبيعمل وغايه على فكره لغايه الويك اند اللي فات واحنا بنشتغل بنعرض هو عمال يلا نعمل ميتنج ونجود في الحته دي ونعمل يعني فاهمه اقصد طاقه مساعداني. بالاضافه بقى انه موهبته كمان هو اول مره مسرح ومعانا طبعا ناس جيلان في المسرح طبعاً. زي سامي مغاوري وشام اسماعيل ومحمد ثروت اكيد ومحمد جمعه عارفة زي ما تقولي ايه اتفاجئوا بيه ايه ده عز انت بتضحك علينا انت مش اول مرة مسرح ولا حاجة وبيغني بيغني وبيرقص بيرقص ايمين انه يبقى فيه شو يعني المصمم شو يعني بيحفظه حركة وبيأديها وبيعملها وحافظ السينك يعني في موهبة كده. وانا الحقيقة مؤمن بان الموهوب يعمل اي حاجة طبعا وانس ان هو ربنا اداله الجفت ده هو يعمل وات ايفر مجرد تمرين. فالحمد لله هو مفاجاه وده طبعا يتحسب ليا في السي في بتاعي طبعا لان اي حد مكانك اسمح لي اقول لك كان هيقول اجيب حد اصلا بيغني مثلا واظبط له حته التمثيل والاداء والكلام ده اسهل لي من ان انا اجيب نجم اول مره مسرح وحته الغنى برضو فيها خوف وليها رهبه عملت معادله ورهان وكسبت والحته بقى بتاعت انه عز طبعا صاحبي من زمان جدا طبعاً. فايام ملاك اسكندريه مثلا احنا كنا بنقعد في كواليس الفيلم بره الشخصية اللي كان بيلعبها خالص فهو بيعرف يخش الشخصية على مستوى الشخصي هو دمه خفيف فطول عمري كنت اقوله ايه عز انت لو عملت مسرح وطلعت زي ما انت كده انت في جانب اخر ما حدش يعرفه عنك هو دمه خفيف فما يطلع على المسرح دمه خفيف ده الناس هتحس بده الحمد لله وهو طبعا نيته جميلة فربنا صرف له كده حاجة حلوة الحمد لله. ما خفتش من المقارنة اللي بين المسرحية والفيلم لان اغلب الاعمار اللي بتيجي المسرحية طبعا اللي عايزين بقى يتفرجوا على العرض بتاع قصة علاء الدين وعايزين يشوفوا برضو احمد عز هتلاقيها اسر دي حقيقة اغلب الاسر دي برضو قريب من كام شهر راحت اتفرجت على الفيلم حسيت ان في مقارنه هتتعمل ولا الموضوع بعيد مش طب هقول لك على حاجه والناس سمعانا وهي اللي هتحكم طبعاً. المقارنه في صالحنا والله بجد انا مش بقول اصل هيكسب انا يعني عايز اقول لك بس ان انا قد ايه مؤمن بحته ان احنا عندنا مواهب عظيمه طبعا وعندنا كوادر موهوبه وعندنا شباب المسرحجية اللي بيشتغلوا معانا في كايرو شو كلهم طاقة عظيمة في ان هم يتعلموا ويطوروا نفسهم في لعبة المسرح طبعا. المواهب دي سواء كان
كريم مهدي في الديكور او دكتور نيفين رأفت في الملابس او مصطفى الحلواني المزيكا العظيمه اللي احنا عاملينها اللي هو تحس ان انت بتسمعي ديزني بس شرقي. كل الناس، انا مش عايز انسى حد، رشا مجدي في الـ في الـ في الرقص والتصميم كده، كلهم عشان العرض ده يكمل، والجيش اللي في الباك ستيج اللي بيطلعوا على المسرح كل يوم من الناس طبعا. التعاون الشغل اللي بينهم طبعا، حسن والشباب بتوع السكريبت الوركشوب اللي بيكتبوا اللي كتبوا النص نفسهم أكيد. دول شباب موهوبة عندهم حاجة عظيمة طبعا. كل يوم رامي بنيامين اللي عامل إضاءة، تعالي تفرجي على الإضاءة بتاعت علاء الدين، هتحسي بأنه في فاليو أكيد. متقدم مش بس بودكشن، طبعا بودكشن ده موضوع ان احنا صارفين وعاملين لصالح الناس حاجات كتير قوي. فريق الامريكي اللي احنا بيشتغلوا معانا عشان يعملنا الماجيك كاربت والريجنج بتاع عز وتقدمته بتاع، مش عايز احرق طبعا شغل اكيد. مبهورين وهم بيتفرجوا على المسرح عندنا، موهوبين بالطاقه والشباب اللي قاعده ما بتنامش عشان تطلع حاجه حلوه، مؤمنين بان هم عندهم حاجه يطلعوها يوم الخميس للناس اكيد. لما جم طبعا انت عارفه الامريكان بيشتغلوا 8 ساعات والبريك والجو اللي احنا ما بنفهموش ده، مجرد ان احنا قلنا لهم احنا عندنا يوم الجمعه حفلتين في اليوم ماتينيه وسواريه، قال لك هو ما حدش بيعمل كده غير بدبل كاست، انت بنفس الممثلين ونفس التيم هتشتغل ماتينيه وسواريه في نفس اليوم. قلنا لهم احنا عايزين نعمل ريكورد بعلاء الدين. لا وعلاء عمل شغل جامد. هنرجع نتكلم كمان عن الكاست اكتر بتاع المسرحيه، بس بعد ما استاذنك نطلع فاصل سريع جدا ونرجع على طول. رقم الاس ام اس 199 والتليفون 2-18-10-8-66 والفان بيج بتاعتنا راديو 9090 على الفيسبوك. خليكم معانا، الراديو بيضحك على الراديو 9090. ورجعنا لكم تاني انا استاذ مجدي وعلاء، احنا الثلاثه. بص خلاص احنا سميناها علاء، عارف احمد هيزعل مننا يقول لك انا عملت شخصيه علاء. طبعا انا في الاخر الزمن اعمل علاء. احنا عايزين نتكلم بقى عن اختيارك لبقيه الكاست. الاول شفنا روبي وسمعنا اخبار عن اسامي وبتطرح وبتتشال، وفي الاخر استقريتوا على طار. اشمعنى اخترت طار؟ يعني بصي انا دلوقتي لما اجي اشوف اما اقرا نص وباجي اعمل كاستنج زي اي مخرج طبعا. لازم ابقى عندي بحط في دماغي لونج تيرم، يعني انا المسرح غير اما مثلا اتفق مع حد على ان انا بصور 8 اسابيع ولا 10 اسابيع حاجه تمام. وان انا بقى عندي لونج تيرم كوميتمنت لازم اعمله مع الناس اللي هتشتغل في البتاع. أكيد. طبيعي الحال وانت شغاله في مسرح لازم تبقي بتتكلمي مع النجوم دول او الممثلين اللي هيلعبوا البتاع، انه ده يا جماعه مسرح احنا بنمضي او بنتفق حسب الطاقه اللي احنا عايزينها، سيبك من موضوع العقود والاتفاقات والكلام ده أكيد. ان احنا عايزين نكمل بالشو ده، عايزين نشتغل بيه. ان هو ممكن يقعد، على فكره احمد عز بيجي يقول لي ايه، على فكرة أحمد عز عمل الموسم الأولاني لعلاء الدين، أقول له يعني إيه، يقول لي يعني نقعد في المسرحية دي نعملها 5 سنين ويجي جيل تاني يشتغلوا ويفضل علاء الدين زي ما هو. يعني بص هو بيفكر في الكيان أو في البروجكت نفسه، مش في ده براند اسمه علاء الدين، فده يجي ممكن أجيال وأجيال. وبعد ما يسمع علاء هيقول لك علاء خلاص هو اعتذر خلاص. فطبيعة الحال الواحد لازم يعمل كاستين كده طبعا. النهاردة في ناس بدون ذكر أسماء ممكن يبقى عندهم كوميتمنت صعب ان هم يبقى مع المسرح أكيد. او اللونج تيرم مش اي حد بيقبل بيها طبعا. فبرا بيعملوا ده دبل كاست، انه يبقى ممكن مثلا انا شفت ألادن مرتين بكاست مختلف، الجيني بيطلع النهاردة بحد وبكرة حد تاني، فمقسمين كالندر كده انه في 3 أيام في الاسبوع بحد، 3 أيام في الاسبوع بحد تمام. جاسمين بتختلف مش عارف ايه، دي ثقافة. اما جينا اتكلمنا مثلا مع الدكتور يحيى الفخراني وفي كينج لير، واحنا بنقول ان احنا هنقعد نعرضها 3 سنين المسرحية دي لانه كلاسيك عمره ما بيخلص اكيد، لازم نبقى عارفين انه كل الادوار هيبقى ليها دبل كاست. لانه لو انا النهاردة بعرض في دبي مثلا تمام. ها وفي حد بيصور وعنده التزام هنا في مصر مش هيقدر يطلع معايا اكيد، فيبقى لازم دبل. طب وانا اللي اخترعت ده؟ لا
الامريكان هما اللي عملوا كده انه بقى في حاجه اسمها دبل كاست لكل عروض. طيب هو انا ازاي بتفرج على مثلا شو زي الادن بيفتح في امريكا وفي لندن في نفس الوقت؟ طب هيعملوا ازاي كده وعندهم اي بي ده ممكن يتعرض في كذا دوله تانية؟ انه في دبل كاست. هو البراند هو البتاع اللي ما اقدرش اغيره هو احمد عز في علاء الدين، دكتور يحيى الفخراني في كينج لير، لكن كل الناس لازم عندها دبل كاست ونغير الموضوع. في ناس بتقبل الكلام ده وفي ناس بتقبلش الكلام ده. فمن هنا جت بتيجي فكره الكاست، ازاي تلاقي تحققي جيني يبقى مين، الجاسمين تبقى مين، فاهم قصدي؟ اكيد. وبقى في متطلبات خاصه انه لازم يكون بيرقص وبيغني لانه شو ميوزيكال، يعني الموضوع صعب مش بالسهوله للناس، مش بسهوله خالص. اكيد مش بسهوله خالص. بمناسبه ان الناس كلها القعده بقى بتسمعنا دلوقتي هيقول لك لا ما هو الموضوع برضو زي ما فيه جزء فني هو فيه جزء كبروجكت ليه ربح مادي اكيد طبعا. اكيد مجدي الهواري عارف هو بيعمل ايه كويس قوي. بس في بوينت عايزه اقولها لك، في وسط كل اختياراتك فجأة قمت طالع قلت أنا هعمل الملك لير. لو هنتكلم ورقة وقلم في الزمن اللي احنا فيه وفي الناس اللي ذوقها اتغير وكده، دي مش مغامرة، ده انت اللي هو يعني فتح صدرك قوي زي ما احنا بنقول بالبلدي بنقول يا رب والله. وحققت المعادلة الصعبة وحققت نجاح قوي مع انها رواية قوية وحاجة مش سهل ان اي جمهور يحبها. صح. انت ازاي بقى قررت القرار ده؟ بس تعالى نتفق انه يعني العالميين اللي قدموا كينج لير، يحيى الفخراني هو البوب بتاعهم. طبعًا يعني طبعًا. تعالى نتفق انه شكسبير كتب الشو ده او الرواية دي او النص ده ليحيى الفخراني، تعالى نتفق على كده. انا متفق صرف النظر عن اللغة والوات ايفر والثقافة والكلام ده. اكيد. طول ما انت بتراهني على بروجكت في شايفة انه هو ما بيخلص ما بتحرقش بسبب ان انت معاكي واحد بحجم اداء وموهبه وربنا يديله الصحه الدكتور يحيى الفخراني، فانت اطمني كل الموضوع ان انت تعملي الباكج ازاي. يعني انا جيت قلت لهم يا جماعه باكج قويه جينج لير، احنا جيم اوف ثرونز ده ترند في العالم، الشباب والاطفال والكبار، بدليل ان انا كينج لير كل الناس هتفتكر ان الاليت او الناس المثقفين هم اللي راح يتفرجوا. والله انا بيجي لي جمهور في كينج لير عندهم 18 و17 سنه، سواء كانوا بيدرسوا الروايه في المدارس او في الجامعات او ما بيدرسها، بس هو الباكج ازاي. ازاي تطلع ازاي النهارده جيم اوف ثرونز ده واحد من الترند اللي موجود في العالم كله، بنقعد نتفرج على نستنى اجزائه. اكيد كينج لير كده. اما تشوف الديكورات والميكانيزم والملابس والممثلين والكاست بتاع كينج لير، هتعرفي ان هو سباكج. يعني انت بتشوفيه كده ده يا جماعه حاجه كوميرشال جدا، هتروح تتفرجوا الاول مره في المسرح، تقدمي الدراما الحركيه ويعملوا معارك على المسرح بجنود وجيوش وبدروع وسيوف. عارفه حاجه، انت التقنيات الحديثه اللي داخله جوه الشو من غير ما تكسري الحاجز بتاع المسرح، عشان انت بتلعبي كلاسيك مش هتبوظي الشو، انت بتلعبي من مدرسه كلاسيك. حاجات مهمه قوي بتاد فاليو للناس في عينيها، برودكشن فاليو ده مهم النهارده. عشان انا ابقى رايح الشو وعارف ان انا هتفرج على شو مش على مسرحيه. تعالى نتفق ان مفيش حاجه اسمها مسرحيه اني مور، دي نوستالجيا احنا بنحترمها لان دي ثقافتنا. تمام. لكن الشو ان انت تحسي الناس دي تعبت. انا كل يوم اقول للدكتور يحيى الفخراني ارجوك، يعني في مشاهد مش محتاج فيها المجهود ده، يعني العداء اللي بيجري في التراك بيجي يخزن مجهوده لفترات معينه، لفترات معينه طبعا، هو يقول لي حاضر ويطلع ما يحسش بنفسه، وتلاقيه قال من كل حته في جسمه، من كل حته نقطه دم جواه، لدرجه ان كل يوم في مشهد معين انا بحس ان انا وانا كنت باك ستيج قاعد بتفرج عليه انا بعيط والله العظيم، لانه وكل الناس من اللي قاعده لانه من قلبه بيتكلم عن بناته اللي عملوه فيهم. اي اب في الدنيا واي بني ادم في الدنيا بيحس المشهد ده من يحيى الفخراني، اتعملت عشانه زي ما انت قلت بالظبط كده. فشكسبير عم شكسبير ده الزميل ربنا يرحمه، عمل انا في رايي عمل كينج لير عشان يحيى الفخراني فول ستوب. هتصورها برضو؟ انا ان شاء الله نصورها وباذن الله.
كلاسيك يحيى الفخراني بكينج لير مستمرة، لانه احنا طول ما يعني نقدر على قد ما نقدر، انه هو كمان في كايرو شو هو 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 يعني فاليو طبعا، يعني عارفة عندك حتة كده يعني فيها 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 جمال، هو فاهم اقصد ايه؟ صح. ففينتج، حتى فينتج نادرة لا يمكن الاستغناء عنه. يا أكيد. رب دي الصحة. اكيد. من المشاريع برضو اللي انا حابة اتكلم عليها معاك هي حزلقوم. حزلقوم ده حبيبي، ده مكي كان بعد فترات كتيرة بقى حزلقوم والكبير واحنا مهيصين معاه في كل الاجزاء قرر يعمل جديد. ايوه. وكله كان بيقول صعب انك ترجع تقنع ميكي تاني ان احنا ناخد حاجة من القديم. الكبير ان شاء الله يبقى فيه جزء تاني، بس انك تقنعه بقى بحزلقوم. اشمعنا شخصية حزلقوم؟ والله انا قلت له بص، انا شخصيا انا بيج فان لحزلقوم. وانا يعني انا بالناس الحاجات اللي بتضحكني انا بالرغم ان انا جوه الشغلانة فصعب ان انا اضحك، وصعب ان انا لان عارف ان دي صناعة في الاخر، فبشوف غير الناس ما بتشوف او بتسمع. أكيد. غير انا بقعد اضحك، حزلقوم بيضحك، حزلقوم محتاج يتكلم. بالظبط. فانا قلت له بقول لك ايه، انا اهو واحد من الجمهور. تمام. حلو. صدقني الناس محتاجه تلمس حزلقوم، يعني انا عايز اشوفه، عايز اقابله، عايز اتكلم معاه. انا بشوفه مش على التلفزيون، عايز اشوفه لايف. فاعتقد ان دي اكتر شخصيه ممكن يعملها ميكي الناس تبقى حابه تلمسها وتشوفها، ودي زي ما قلت لك متعه العود الحي. صح. فاقنعته وشاف معايا، لان هو كمان خدي بالك مخرج. فبيشوف طبعا، عنده فيجن. فشاف معايا على طول موضوع انه حزلقوم لايف ده ممكن يبقى افيه عالي قوي. وده حصل لما فتحنا الحمد لله في السعوديه. في اول العروض الناس بجد بقت عايزه تروح تتصور مع حزلقوم، عايزاه يشوفوه يسلموا عليه ويرد عليهم وكده، ناسين ده ميكي من كتر اتقانه للشخصيه طبعا وخفه دمه الفظيعه. طبعا. الناس بقت يعني حزلقوم شخص كده عايش معانا خلاص. اكيد. طيب من النقط برضو اللي انا سريعا عايزه اسالك عليها، اكيد في حاجات في الدرج كده انت بتحضر لها ومش قايل عليها ليها علاقه بكايرو شو. اكيد. في نجوم جديده انت في الخطه اللي جايه انك هتنزل بيهم، وانا عارفه انت بتعمل مفاجآت فجاه هوب اعلانات المطرحيه نزلت. ايه الجديد؟ هو الجديد علاء الدين. علاء الدين انا حاسه ان في حاجه مستخبيه. لا احنا ان شاء الله خطه 2020 نتكلم في 2020. النهارده فين؟ في 2020. ماشي. ف 2020 عندنا حزلقوم وعندنا علاء الدين، وان شاء الله كينج لير شغاله. عندي طبعا للكيدز طبعا مفاجآت كبيره شبه نوت فروزن وبهجاجه اللي عليهم العين، دول برضو مكملين. في نهاية 2020 بقى عندنا أيوة مشروع جديد من لكايرو شو. ان شاء الله هيبدأ نفتحه وهيبقى فيه مفاجآت كتيرة، مش بس نجم واحد او نجمين. فان شاء الله بإذن الله بإذن الله هيبقى زي ما وعدنا الناس ان احنا نكمل كبار، وده جمهور عودة الجمهور المصري. دايما بعمل هاشتاج كده الجمهور المصري. فاحنا جمهور المسرح بإذن الله زي ما بدأ معنا الثقة، وان احنا وعدناه ان احنا نعمل له حاجه يعني يرجع تاني، نرجع ثقته في المسرح المصري. ان شاء الله نكمل، وباذن الله يبقى في نصيب كبير قوي من نجوم جايه. مش عايز تقول لي اسامي. ماشي. هجي لك حلقه ثانيه السنه دي عندك في كايرو شو، ساعتها هبقى عندك بقى تضطر تقول لي الاسامي. ارجوك لازم تشرفين تتفرج على علاء الدين كمان. لازم. ارجوك اكيد تشوفي البساط السحري. قبل ما ابارك لك تاني ونسلم على بعض بقى لانك هتسيبني بدري النهارده، هسالك سؤال بقى الناس كلها بتساله. اتفضلي. انت فين من الدراما بعد الشارع اللي ورانا؟ جاي في القريب العاجل. يعني انت فتحت باب الاوف سيزن. ايوه. ومشيت. انت فين؟ لا احنا ان شاء الله بنحضر لحاجه اسمها في القريب العاجل. تمام. ف في اي اسامي او لا حاجة؟ لسه السكريبت بيكتبه حاتم بيكتبه، وان شاء الله يبقى مفاجاه للناس برضو لانه امتداد للشارع اللي ورانا بشكل مختلف. اكيد الله. اكيد. نورتني. انا ميرسي جدا ومبسوط جدا ان انا يعني وسمعتي صوتي واخباري لجمهورك. ونورتني والف مبروك بجد على كل حاجه. وربنا يوفقك دايما وتفضل دايما بتحتفل كده معايا بكل المناسبات السعيده. ان شاء الله دايما هستناكي في المسرح. تعالي اتفرجي. هنيجي وهاجي المسرح يا جماعه عشان اعرف الاسامي. استنوني في المسرح واعرف الاسامي. نورتني ومبسوطين جدا انك كنت معايا.